التونه الحمراء تصنع الحدث هذه الايام العاصمه من بين الولايات الساحليه التي تعرف وفره في هذا النوع المحبوب من السمك طاولات منتشره على جنبات الطرقات توافد كبير للمواطنين يقابله تنافس بين باعة الطاولات واصحاب المسمكات باسعار تتراوح بين 1000 ألف و1200 ألف دينار للكيلوغرام الواحد. كاين حوت فلوكة صغيرة كاين اللي تموت في الماء جوست ما يرمي البالونك ديالو تموت في الماء تبات ليلة كومبلي هي في الماء حتى الصباح وزيد كانوطة صغيرة يجيبها فلوكة صغيرة يجيبها مكركرة تلحق هذيك دونجي. فاهم هذيك دونجي بيسك بيتها في الماء دونجي. هنا نجيبو الحوت يطلع طالع ابور ما نجيبوش مكركر ولازم تسوفريش طون هذا بيس كامل اللحم فاهم لازم تسوفريش لازم يطلع ترفدوا بلاغري كيما انا نفدو بلاكري من من البابور للكاميون من الكاميون ديريكت للطابله ماشي كاين اللي ما يعرفوش فاهم كاين اللي ريسيدو على برا اونوار يدخل في الشاطئ يكركرها وتسوفري خليها نهار كومبلي في شميسه هذاك حوت دونجيه هو الطون هو الدونجي كامل في الحوت ما يشد انتباهك هو انتشار طاولات الباعة على حافة الطرقات بيع هذا السمك تجارة مربحة. يصل معدل الربح في السمكة الواحدة ما بين عشرة ملايين إلى خمسة عشرة مليون سنتيم. وإن كان كثيرون لا يحترمون شروط النظافة، فاقتناء التونة الحمراء مقترن بشروط عدة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة تعرض هذا النوع من اللحوم إلى التلف. وهذا وين خرجناها من الفريكو نقطعها كل حاجه موجوده قدامك موجوده شفت الحاله بال بالشبهات راك تشوف نضافه نلقى لا جافير كل حاجه بالطريقه واك تشوف الناس تعرف الناس كل واحد وكيفاش تزامير ويزيد 10000 ويدي حاجه بروفونقيه بالمل ايه راك في حانوت ماك في ماك في الزنقه ولا الحمد لله لابد ان نستغل هذه الفرصه حتى يجبع المستهلك الجزائري بهذه الماده لان اذا اردنا ان نكون مثاليين قال لا لابد ان تباع في المسمكات بدرجة حرارة وبشروط العرض احنا عندنا مسمكات احنا الان ما يحدث في سوق السمك نفس الشيء ما يحدث في سوق الخضر والفواكه لما تروح تشريها من محلات نظامية تشريها غالية ولما تروح تشريها من برا فوق الرصيف للاسف لانه غياب الاسواق الجواريه تشريها بأثمانين معقوله المذابين تكون هنالك شروط جيدة ويمنع بيعها خارج هذه المحلات ولكن إذا غابت هذه الظروف نشوف إلى ما هو أقل ضرر بمعنى أن الناس اللي راهي تبيع فيها الآن راهي تخلق تنافسية لأنه لو كان ما كانش هذا الحبات اللي راهم يجيبوهم الشباب يبيعوهم البرا ما كانش تحبط ألف أطباء يحذرون من خطورة شراء سمك التونة الحمراء عبر الطاولات العشوائية خاصة الذي يكون عرضة للشمس وما قد يسببه من مخاطر كالتسمم خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة قادر تكون هنا يمرضوا ماشي أمراض مزمنة من المرض هذاك يقدر يتجوز عليه بسهولة نهار يومين فات نسبة مئوية قادر توقع له حاجة واحدة أخرى خاصة الناس اللي ربما المناعة تاعهم ناقصة ربما الناس كبار ربما الناس صغار هذا الأطفال الصغار ولا الناس كبار بزاف السن ولا أمراض مزمنة اللي تنقص لهم المناعة ما يديفونديش على روحه يقدر يوصل حذاري ثم حذاري وما تشوفوش في الشمس في كل كاع المأكولات الإنسان يرد بالهم لازم يعرف باللي الحوت لازم يشريه صباح بكري ها أه؟ صباح بكري كي يجي الحوت فريشك معناتها لا ديغراداسيون تاع الحوت هذايا تكون قليله مازال ما بداش في في الفيرمونطاسيون تاعها برك حاجه ثانيه لازم يشي على الناس ذو ثقه ذو ثقه اللي تعمد على الثقه تاعهم هذه وحده ثانيه الناس اللي ما يعرفهمش انا اللي جو بريفير ما يشريش عليهم حاجه ثالثه تو يشوف الحكايات تاع الصحه والنظافه تاع الطابله هذيا مع الحوت مع لي قالوا يخدم بهم الطونة الحمراء من الأسماك المهددة بالانقراض وعلى هذا فإن صيدها دوليا مرتبط بنظام الحصص لكل دولة تحدده اللجنة الدولية للمحافظة على طونة المحيط الأطلسي وعرفت حصة الجزائر عدة ارتفاعات لتبلغ 1650 طنا فيما تتواصل حملة الصيد الرسمية إلى غاية الفاتح جويليا